سؤال بس حضرتك دعيت النهارده لفك اسر الشيخ عمر عبد الرحمن. طبعا احنا بننتهز الفرصه ان احنا طالما في ثوره مصريه يبقى بننتهز الفرصه ان يرجع كل المغتربين عن مصر واللي حكم عليهم نتيجه الظلم النظام السابق وتعاون النظام السابق مع عده دول اجنبيه او غيرها. نناشد طبعا الامريكا وكل المسؤولين عن حبس الشيخ عمر عبد الرحمن بان هم يفرجوا عنه قريبا باذن الله تعالى. وكذلك الحال بالنسبه للشيخ وجد غنيب، انا اناشد المجلس العسكري الوطني المحترم بانه يعني يعجل او باصدار عفو عن الشيخ وجدي غنيم وان يعود سالما الى ارض الوطن قريبا باذن الله. في مجموعه سياسيه برضه خطوه في ايام فصل مبارك بيناشد حضرتك، هل المطلب ده بينطبق عليهم؟ في منهم انا انادي بمراجعه كافه الاحكام التي صدرت في عهد الرئيس السابق. هذه المحاكمه الاحكام ان كانت صدرت في اطار قانوني واطار شرعي نحن مع الاحكام، اما اذا كان هناك تواطؤ او كان هناك يعني لي لذراع العداله في هذا الموضوع، بتكلم عن الاحكام اللي هي امن الدوله، بتكلم عن الاحكام السياسية، نحن نناشد بمراجعة هذه الأحكام حتى إذا كان هناك بريء خلف الأسوار الآن يعود إلى أولاده ويعود إلى وطنه، وتبقى الثورة غيرت بجد وغيرت بحق وحقيقة على أرض الواقع بإذن الله. شكرا.